مسؤولين كترسن قلها حكومة دفتر على الصومالية هي دقمة وعي قبل ككركار كذا حديقي دق سقفر صمدة جعنتها ويمال جلينيسو دولة دفتر على الصومالية ورقن وحسي أم بقى ذي وريها يجا داود محمد حسن جيرو مدى وعي أو كترسن دقبوين كقبل ككركار يا لجدها حديقي اسمها معد كفر صمدة جعنتها كصور الله فيلا ينو نقض معد كأوين إلا جبرت فر صمدة جعنتها الصومالية معد كان يهري أبلا قاضي إنه كرئيس دولة دقمة وعي مدحوينها في ماجو حلي جب وقشطة وكمري قبل ذا بنتلان يقال مذب أي الشريع التاريخ ذو هاي سدي لواتنك بيش جون سرد على بكون سديدي طبعا واحد نجح لجاي مسؤولين كسر تحفيز كمدحوية دولة الصومالية يحملك كلا وكسر ذا قلها وزير دولة الصومالية يوم مملكة بنتلان نجح لجا معد كفر صمدة جعنته دوان لجاه الجلين دون الدجان ككدي واحد جابته كهل ذي مملكة دقمة وعي وحجرت كجبل كا يجون دولة فدرال كوجمع ذي مشاريع ذا اي كهر جلنا يسواعي يفلنتو بلن قاددي هري وسم اي مدحوين في ماجو إلهي بقى محله ما هذا اللي بعدنا وحال دولة فدرال كوهري مدحوين مها عبد الله في ماجو يرزار خيره حلبانة دجان كا يدولة بو مدحوين بو دولة بولان حلبانة يسا هو برنامج كسر شقيه. وفي بلارن وفدرال كنوغيمي سو مري جابوتي سو مري اهدي الى قدر هي دورة قبريتكا ارنتا سودان او لسور راعي مشروع عاون اكسن ان لغدغو دقمة واعي انت حكمته ان مشروع على لغدغو وزير كحينكا وزارة ماليدة بنتلان أهلا دوغة دقمة بوصاصو عبد السلام بشير وزير دولها وحبرشادة بنتلان يا نتنا كودا الشيقي إن معاد كانيو بنتلان كسو كورلين دونو هورماري ودد حرف الله وغورينتي وابوغادين يا وزيركا إيا حلبانة شاقدا باحادة لأي سوقبتين رنانتي قرشي سعودي مدولة باتن سنة وشعب كدقان كرير واعي كتا هيين إني مانتا ونقضو مانتي ورموبي رانتي ووحال آدي آدي فرحات قلن إياه دما شعب غير واعية إيا برشاد غير بطلان فرحات واه وحال نصيب إياه لفي دقمدا واعية إيا بيغان كا مارك رنتي كوحيارا ويحيدنا رنتي غير كتاهي وحال نزي الله يا مركا أنك وعدان هاي دولة دا بنتلان وزارة واح برشاد دولة دا بنتلان waxay garab istaagay saar mashruucaan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya dhinaca qorsheynta iyo wasiir dowlaha boosada isgaarsiinta dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Bilanoor ahna xilbaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegay in mashruucani uu qayb ka yahay fulinta ballanqaadada madaxweynaha farmaajo xilligii booqashada Puntland ee galbeedku ku maray waxaana sheegay in madaxweynaha ay ka go'an tahay ka dhabeynta ballanqaadadaasi si dalka horumar loo gaarsiiyo oo uga kalifanahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan maanta idiin imaado shacabkiina reer waaciya oo dugsiga farsamada oo la idiin soo qoondeeyay aan halkan idin kugu bishaareeyo in hawshiisi in la bilaabo ay tahay wax kasta oo kale oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu Puntland marayay uu idiin ballan qaaday shacab ahaan reer Puntland iyagana waa sidaa ku lugood waxaan filayaa xilligan halkan maraynay bishii Janaayo bay ahayd aanu madaxweynaha la soconay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aanu waaciye runtii meelihii la maray bay ahayd oo aanu ka khudbadeynay madaxweynuhuna uu ka ballan qaaday inay yacni runtii meelaha wax laga qabanayo ay tahay innaga reer Puntland waxaynu iskuulo jidad waxaynu mashaariic fara badan ayaynu runtii ayaynu dalbanay Puntland maamulada kale way ka horeysaa waa dowlad jirtay 20 sano Daud Maxamed Xasan SBC